وأن يجعلنا وإياكم من المستعملين في طاعة الغفار، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء غمومنا وأحزاننا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. مرحبا بكم من جديد، ونتحدث وإياكم في هذا اللقاء القرآني ونحن في أفياء قاعدة قرآنية. وهذه القاعدة القرآنية من تأملها انطفأ من قلبه كل ألم، ذاك الحزن على الفائت، ذاك الألم لكل اختيار في الحياة. تأتي هذه الآية القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية معاشر الأحباب تطفئ الأنين، لأن بعضنا هذه الأيام أنينه من الماضي، ولذلك يقول: لو أني فعلت كذا لما كان كذا. إن الرضا بالقضاء والإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد يقول: اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار، ودبرني فإني لا أحسن التدبير، ويرضى بأخذ الله كما أنه فرح بعطائه. ولذلك هذه الآية أتت بعد قول الحق جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مع أن القتال آلام وأحزان ودماء وجراح وموت ورحيل عن الحياة، إلا أن الله جعل بعده حياة وجعله خير. ومن هنا معاشر الأحبة تأتي هذه القاعدة القرآنية لتربي المؤمن على أن الله لا يخلق الشر المحض، حتى الذي في واقع الأمر نراه مؤلما في باطن الأمر تراه مفرحا. وكم لله من منحة ظاهرها محنة، وكم من نعم الله أتت معها الأسقام والآلام. ولذلك من تدبر القرآن وتدبر السنة فإنه يعلم أن الله حكيم، أن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. ولذلك من قبح حال بعض عباد الله أنه يقترح على الله، يقترح على الله إدارة الكون وإدارة حياته: لو كان كذا لكان خيرا من كذا. يا مؤمن سلم، يا مؤمن ارضى بعطاء الله، يا مؤمن ما آلمك في عاجل دنياك لعله هو الذي ينقذك يوم لقاء الله. ولذلك خرج الحبيب، خرج للقتال في بدر؟ لا والله ما خرج للقتال. كان الحبيب يريد ماذا؟ كان يريد العير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون العير ولا تريدون القتال. ولذلك جمع من الصحابة ما خرجوا، ليس لأنهم لا يريدون القتال، لأن الحبيب عليه السلام والصلاة ما خرج للقتال أصلا، كان يريد أن يقتطع دون إبل مكة فيأخذ أموالهم لأنها حلال لهم. ثم أراد الله أن تنجو العير وكتب لهم ذات الشوكة، لأن الله يريد بهم خيرا. وكان يوم الفرقان، وكان التقاء الصف مع الصف، وكان بداية ارتفاع كعب هذه الدولة المؤمنة الفتية بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام. لو أنها بالحسابات البشرية لا تقاتل يا رسول الله، حتى الأسلحة التي معنا لم نخرج بكل سلاحنا، وليس معنا الإبل ولا الخيل. يا رسول الله نعود. هذا لو أنه اختيار الخلق، لكن الله اختار لمحمد ماذا؟ اختيار لهم القتال. هل كان خيرا؟ كان خيرا،
ولذلك سمي ذاك اليوم بيوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكان في شهر رمضان، وكان الصيام قد فرض، أي أن جميع مقاييس البشر يقولون الجو غير مناسب، والمكان غير مناسب، نفسيات غير مستعدة، ولكن الله ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. نعم، وتقع غزوة بدر الكبرى، وتنكسر شوكة أهل مكة، وجميع من عاد من بدر حمد الله أنه التقى الجيش المؤمن أمام الجيش الكافر. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة، ومكة أحب البلاد إليه وأحب البقاع إليه، ما المصلحة في خروج نبي من أرضه ومن الأرض التي سيستقبلها في قبلته، وهي الأرض التي يأرز الإيمان إليها، وبها البيت الذي أول بيت وضع للناس على أديم الأرض، أي مصلحة أن يخرج وفي عينه دمعة؟ المصلحة أن يبني دولة الإسلام في المدينة ليعود فاتحا لها. فلو كان في أوساط أهل مكة لما استطاع وكفار مكة حوله ويقتلون أصحابه، حتى أن بعض أصحابه وصفوتهم رحل إلى الحبشة. لماذا عاد عليه الصلاة والسلام من الطائف؟ عاد من الطائف ما اختار الله الطائف أن تكون المدينة، ولا أن ترتفع فيها دولة الإسلام الأولى. عاد ودخل في جوار المطعم، لكن لما عاد من المدينة كان معه أكثر من 10,000 موحد، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. البعض منا يؤلم ويعتصر قلبه الألم إذا فاته شيء من نعيم الدنيا، أو لحق قلبه ألما أو جزع، أو ودع ابنا أو ابنة أو طلق. ولذلك الآية الأخرى قال الله في ماذا؟ قال في النكاح، قال الله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. البعض قد يكره أن يمكث مع المرأة، وكل يوم يقول يا شيخ أنا كل يوم أقول بطلقها ولكن ما طلقت، وكل يوم يقول الله يبعد دارها عني ولكني ما ابتعدت، وكل يوم أحدث نفسي. لو أنك رضيت بهذه القاعدة الإيمانية أنت تكرهها، فلعل هذا الكره أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما أدراك، لعلك تتزوج من تحب فتسام سوء العذاب بمحبوبك، ولكن رضاك بهذه المؤمنة، ليس كل الحياة مؤلمة، أحيانا في جوانب للحياة مؤلمة، لكن في جوانب معشبة وجميلة. ولذلك البعض يقول يا شيخ أنا لا أحب العناء في الحياة. حكمة جميلة يقولون: من كان لا يريد الحزن البتة فليتخذ شيئا لا يفارقه. في شيء ما تفارقه؟ كل شيء لا بد أن تفقده، ما في شيء يمكن أن يكون معك دون أن يكون في حياتك كدر وفي حياتك لأواء أبدا، حتى تلقى الله في دار الخلود، هناك على أبوابها تودع الأحزان. كان صحابي يحضر جلسات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان له ابن، وهذا الابن يحبه، وكان الابن صغير مثل بعضكم، الله يجعل أبناءكم قرة عين ويحفظهم من شر الجنة والناس، وأن يحقق فيما يرضيه آمالكم وآمالهم. قرة عين طفل يجلس مع أبيه في روضة الجنة، وغيرهم من الأطفال لربما سعى في الأرض الفساد. هذا الطفل كان يأتي من خلف أبيه ويقفز في حجر أبيه، ورأى الحبيب أن أباه يحبه حبا زائدا وحب جميل، فقال الحبيب له: هل تحبه يا فلان؟ قال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. يعني بس الله لو يحبك كثر ما أحبه أنا لكفاك هذا الحب، هذا غاية الحب، أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. ثم إن الحبيب افتقد هذا الرجل، افتقده من جلسة الذكر هذه،
فنسأل عنه، قالوا يا رسول الله أرأيت ابنه الصغير الذي كان قد شغف به حبا لقد مات. الله المستعان. ولذلك البعض منا إذا أحب شيئا من الحياة حتى لو أراد يتصور أن يفقده يأتيه اكتئاب ويأتيه حزن، مثل اللي بعضهم يقول أنا ما أتصور أفقد زوجتي، أنا لا أتصور أن أفقد ابنتي، أنا لا أتصور أن أفقد صحتي، أنا لا أتصور أن أفقد مالي. طيب إذا كان الله يحبك قد يأخذ أحب شيء إليك ليستمع إليك، هل أنت راض عنه يوم أن أخذ؟ ولذلك تكره الموت، وكلنا يكره أن يفتقد محبا له، كلنا يكره أن يفقد المال والولد والأم والأب والزوجة والبنت، كلنا يحب لا يحب الفراق. الحبيب قال لإبراهيم إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لقي الحبيب هذا الرجل فعزاه ورأى الحزن في وجهه، فقال الحبيب، ولاحظ لاحظ المعادلة، أتحب أن يعود أو أنت تحب، أي أتحب لو رد الله ابنك إليك، أو أنك تحب أنك كلما أتيت إلى باب من أبواب الجنة وجدته بين يديك يفتح الباب لك. الله، إيش رأيكم؟ الخيار الآن، ابنك تريده يعود أم أن تراه أمامك في الجنة كل ما تقدم على باب فتحه لك؟ قال بل أحب أن يكون بين يدي في الجنة. وين الحب والبكاء والحزن؟ لذلك نقول يا محزون يا مكروب يا من فقدت أغلى الناس وخلك من الناس، يا من ذهبت فلذات أكبادهم وثمرات فؤادهم، الملتقى الجنة، فإن الله ما أخذهم ليحزن قلوبكم لكن لأنه سبحانه كتب عليكم ما تكرهون وعسى ما تكرهون فيه خيرا كثيرا، وعسى أن يكون الكره في قلوبكم يعقبه الخير، فإن الله لا يخلق الشر المحض، دائما له في كل المحن منح. وإني أذكرك في مثل هذا بالخضر، الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، عندما قتل الخضر غلاما، غلام مر عليه فإذا بالغلام بين يديه فقتله، ماذا قال؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ موسى عليه الصلاة والسلام أمام جريمة قتل، والقرآن يصف لنا ذلك، قال الله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أيقتل ابن رجل صالح ليبقى الإيمان في نفسه؟ نعم. وبعضنا ابنه الذي كان يحبه ويعذبه قبضه الله، حادث سير، نام ولم يستيقظ، لربما تفتتت كبده وتقرحت عينه. نعم، الدمع الذي في عينك لا تلام عليه، لكن اعلم أنك لا تعلم ما الذي خلف الجدار. أحد منا يدري ما الذي يجري خلف الجدار؟ إذن خلف الغيب ما الذي يدريك؟ لعل الله أراد بك خيرا، لعل الله أراد بك خيرا. بعض العقيم، بعض من هو عقيم لا يولد له، وبعض النساء عاقر، البعض تقرحت عينه ويبكي في الليل والنهار، يا ربي ولد يا ربي ولد. لو قيل لك خذ هذا الولد، لكن هذا الولد شقاؤك وسيقرح عينك ويفتت كبدك وسيغويك ويحول دونك دون طاعة ربك وسيشغلك ويرهقك، من العاقل اللي يقول ولو كان ارزقني يا ربي ابنا يعذبني؟ أعوذ بالله من عذابهم ومن عداوتهم. نحن لا نريد الولد إلا أن يكون قرة عين وأن يكون زينة، المال والبنون زينة، لكن العدو لا نريد من الأبناء عدوا. لو قيل لك هذه المرأة التي خطبتها
كانت جميلة جدا، وكانت حسناء، وكانت حوراء، لكن لو همس في أذنك تفركشت الخطبة. يقول لا، قضاء الله الذي ما تمم الخطبة، قل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا أكره، قد تقول أنت، أنا أكره فراق هذه الحسناء، لكن الله حكيم، لربما صرف الله عني سوءا، كانت الليالي تختفئ هذه المحنة، تختفي في الليالي والأيام. يا حكيم رضيت على عطائك. ولذلك كم من شيء نحبه صرف عنا لأن الله يحبنا. أنت تحب، لكن الله من حبه لك صرفه عنك. ولذلك الخضر قتل قتله بوحي من الله، ثم لما برر لموسى سبب قتل هذا الغلام رضي موسى، لأنه استعجل رضي عليه السلام، ولكن الخضر كان الله يأمره ويوحي إليه. لذلك معاشر الأحباب، حياة المؤمن إذا بنيت على الرضا وحسن الظن بالله ملأ الله القلب طمأنينة. من أكبر ما يملأ القلب طمأنينة أن تعلم أن الحياة ليس فيها شر محض. تقطع قدم فلان ووالله إنها خيرة. يا شيخ، أي خيرة أن يقطع قدم إنسان؟ ألم يكتبها الرحمن؟ هو أرحم به من أبنائه، هو أرحم به من أمه. الله ما يرى سبحانه أنين هذا العبد وآلام هذا العبد، هو الرحيم. طيب لماذا كتب ذلك عليه؟ لعل المنازل في الجنة التي يريده أن يصلها لن يصلها إلا بصبره على البلاء. وما أدراك، ولو قيل لأحدنا أن ما قطع منك سبقك إلى الجنة لقال يا ربي لا تبقي إلا لسانا ذاكرا، خلاص، والباقي فهو لك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يروي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء كما يصفونه الإمام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يروي في بعض مذكراته أن رجلا ذهب إلى المطار، وفي انتظار الطائرة كان منهكا متعبا، فنام على المقعد، فنادوا النداء الأول الثاني، أقلعت الطائرة، استيقظ. فلما استيقظ وأتى إلى باب دخول الطائرة، الطائرة رحلت، فإذا هو غضب ويزمجر ويذهب لموظفين الخطوط، لماذا أنا مبكر؟ وبعد ثلث ساعة يعلن أن الطائرة قد سقطت. إيش رأيكم، يتمنى أنه كان معهم؟ لا، سجد فورا. إذن أحيانا نحن نذهب إلى حتفنا ونحن لا ندري، أحيانا نذهب إلى الحتف. ويقال إن رجلا كان يسير في طريق فارتطم برجل، فسقط هذا الرجل ولم يمت، وأدخل ذاك المستشفى وأدخل هذا السجن، لأنه إنسان قد يموت. خرج ذاك من المستشفى وأطلق هذا بالكفالة من السجن، وكان غضب وكان لا يريد المبات في توقيف المرور. فلما دخل إلى بيته إذا بسقف الغرفة سقط على السرير فقط، ما سقط إلا على مكان السرير. يعني لو كان نايم البارح كان الله يرحمه نصلي عليه اليوم. فسبحان الذي أبعده عن طريق كان هلاكه فيه. وكم دفع الله عنا من الكرب ما الله به عليم. بعضنا كان في بداية الأمر حزين وغضبان، هذا لا، بعضنا يقول يا شيخ مالي كله قد رحل وخسرت في التجارة كل مالي، ويتكلم إليك بصوت حزين ويبدأ يولول ويتمنى على الله الأماني، ولو أني تقدمت، لو أني ما ساهمت مع فلان، ولو أني ما صدقت، ولو أني ولو أني ولو أن. يا عبد الله الذي وهبك المال أول مرة ثم أخذه، أما تقول الحمد لله الذي رزقني
ثم الحمد لله الذي ابتلاني بأخذ رزقه وأبقى الإيمان في قلبي، فقد أبقى عندك أضعاف 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 ما أخذه منك. أعطني فائدة واحدة معلقة على إن امرأة تلقي ابنها في اليم، أم موسى عليه السلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ومن الذي رأيتم إنسان خائف على ماله يرميه في اليم؟ هو بابنه. أترمي في اليم شيئا يحفظه؟ إذا ذهب في الماء ذهب. ومع ذلك في ظاهر الأمر فإن أم موسى عليه السلام هي تقول ماذا؟ لولا أن الأمر من الله وأن الوحي من الله، وإلا فإنها لن تلقي جنينها وطفلها في البحر وفي اليم وفي الماء، والماء من ذهب فيه مفقود. وكبار السن يقولون البحر غدار، والبحر ما هو بغدار، لأنه لا ينسب الغدر إلى خلق من خلق الله، ما شاء ربي منه بلعه وما شاء طفى فوق ظهره، ولربما حفظ الله في اليم من حفظ. ذنون في جوف البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ثم نبذه الحوت على شاطئ اليم، فالله يحفظ ما شاء. أعود، أم موسى ألقته وكرهت إلقاءه، لكن الله جعل بعد ذلك الخير أن يكون التابوت يقف على شاطئ قصر فرعون ليلتقطه آل فرعون ويربى في بيت فرعون ثم يعود. بل موسى عليه الصلاة والسلام عندما دخل في اليم في البحر، وموسى مع قومه في اليم وضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ودخل واستتم هو وقومه خروجا، التفت موسى عليه السلام إلى البحر وبيرفع العصا من جديد يريد أن يضرب الماء ليعود. لماذا؟ لأنه رأى فرعون دخل لعل، فقال الله له واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. مالك، هذا الأمر إلى الله، أنت المعجزة أن تخرج، ولكن لو أن الماء عاد، الله ما يريد عاد يعود حتى يدخل فرعون، لأن فرعون ما دخل في اليم حتى البحر حتى رأى خروج قوم موسى مجتمعين لم يلحق بهم، فلما اطمأن قال إذن البحر سيبقى يبسا وتبقى طرقا، واطمأن قال لقومه الحقوا. الله حكيم. موسى كان يريد عليه السلام أن يعيد الماء حتى يحول الماء بينه وبين فرعون، والله ما يريد أن يحول الماء بينه وبين فرعون، إنما يريد أن يغرق فرعون بالماء الذي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه. إذن حكيم سبحانه وتعالى، ولذلك قد ترى أن يضرب موسى البحر، لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك من تمام علم الله أن يسلم العبد الأمر إلى الله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تفويض الأمر إلى الله منها أن تستخير. إذا تشعبت طرق الحياة بين يديك، أتزوج هذه أو لا أتزوج، أشتري السيارة هذه أم لا، أدخل التخصص الفلاني أم لا، أشارك فلان وأدخل التجارة معه أم لا، أزوج فلانا أم لا، أتزوج من فلان أم لا، كل أمر فيه حيرة، إياك أن تجتمع مع نفسك وتتخذ قرار. اسأل الذي يعلم وأنت لا تعلم، فإننا لا نعلم إلا علما يسيرا، ولربما أهلكنا العلم اليسير. اسأل الذي من علمه علم العواقب، ولله عاقبة الأمور. ما عاقبة الأمور؟ ما فقه المآلات؟ قد تتزوج امرأة أول عام عسل، بعد عام يبدأ المأساة ويبدأ الألم. قد تشارك إنسان ذكي في التجارة ويصير ذكي أيضا في سرقتك، الله يجزاك خير، ها؟ يصير ذكي من طريقين،
حرامي جيد وبائع جيد، ماذا استفدت؟ لو أنك استخرت رب العالمين لا دلك وهو يعلم وأنت لا تعلم أن لا تقرب إليه، مع أن الناس يقولون هذا ذيب، هذا مسوق، هذا جيد، لكن الله يعلم أن في قلبه مرض وأن إيمانه وأمانته فيها خفة، فيصرف الله عنك ذلك، يصرف الله عنك ذلك. تريد السفر، تريد السفر، ومع هل أسافر اليوم أو غد؟ اركع ركعتين. أسافر في الطائرة في السيارة؟ اركع ركعتين. معنى هاتين الركعتين أنك تفوض الله وتستخير الله، ولذلك من شروطها ألا تستخير وقد مالت نفسك. لأن بعض الناس يقول اللهم إن كان في شراء السيارة هذه خير لي، يا رب والله إنها خير. يا حبيبنا أنت ما فوضت الأمر، ما صار تفويض هذا. إذا كنت تريد أن تقتل، ولذلك البعض يقترح على الله ويملي كأنه يملي على الله ما يريد. لا يا أخي، فوض. وإذا مالت نفسك ألا تسلك هذا الطريق فاحمد الله، حتى وإن كنت ترى البوادر، بوادر النجاح عند كثير من الناس، إلا أن صرف عنك، لأن الله أراد بك خيرا، أراد بك جل وعلا خيرا. ولذا من مواقف التي تذكر معاشر الأحباب أن فاطمة بنت قيس قرشية أتى إليها يخطبها أبو سفيان وهو سيد مكة، وأتى أبو الجهم ثري من أثرياء مكة يخطبها، ثري وآخر سيد وثري والثالث مولى، إنه أسامة بن زيد، إنه أسامة بن زيد. بالمنطق واحد فقير وهي قرشية في أشد الجمال والبياض وهو مولى في أشد السواد. ماذا يقول الإنسان؟ خذي أبو سفيان أو خذي أبو الجهم، أما تأخذي هذا الفقير غير الوسيم بالنسبة لها، وإلا كل الخلق جميل بألوانهم وأعراقهم، لأن الله لا يخلق قبحا، الله يخلق الجمال لأنه جميل، لكن جمال ترى بعينك لا يراه آخر، وآخر يرى جمال أنت لا تراه، ومن هنا تتكامل الجمال في الكون، فجميع من خلق ربي جميل. فقال الحبيب انكحي أسامة، فتركته. ما ظنت أن أسامة سيدخل في المفاضلة، هي تريد هذا الغني أم ذاك السيد. ثم أتت مرة أخرى قال انكحي أسامة، ثم أتت ثالثة انكحي يا فاطمة بنت قيس، انكحي أسامة بن زيد. في كره ولا لا؟ فليس من رسول الله، ليس من رسول الله وطاعته بد. فنكحته فأحبته، فقط لا، أحبته واغتبطت به، يعني صار حبها لا حد له، غبطة، كأنها ملكت كنزا الناس عنه غائبون. ورضي الله عن أسامة، إنه ابن حب رسول الله، حبه وابن حبه. نعم، مع أنها في البداية ما كانت تحب. وكذلك جليبيب، رجل ما كان معروف في الصحابة إلا بحب الله ورسوله، وما كان له من الحسن شيئا، كان ليس بجميل الخلقة وليس وسيما، تعافه النساء. فلما أرسل الحبيب جليبيبا إلى تلك القرشية مع زوجها طردوه فورا، ما عندنا بنات، ما نزوج إلا أنت. فلما علمت المرأة المؤمنة أن الذي أرسله هو رسول الله قالت ويحكم، أتردون رسول الله؟ مع أنها ما خطبت وتأخر زواجها، وبعضنا إذا تأخرت الفتاة يزوجها ويخفف في الشروط قليلا ويقول يا بنتي مثلا اقبلي به لا حرج،
بدل أن تبقي في البيت. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الرزاق في السماء، لماذا أنت تجري الأمور على رأيك؟ فتزوجته، ثم خرج بعد أيام قلائل في الجهاد فاستشهد رضي الله عنه. وكانت أنفق نساء الأنصار، تزاحم الخطاب على باب أبيها وكسروا العتبة من كثر ما يخطبون، كل واحد يقول أنا، كأنما كان بوابة رزقها أن تتزوج بجليبيب. أحياناً يكون توفيقك بوابة شيء تكرهه، شيء ما تحبه، لكنك فوضت الأمر إلى الله فدلك الله، فوضت الأمر إلى الله فأسكن الله في قلبك الطمأنينة وأسكن في قلبك. ولذلك أحبابي الرضا، ولذلك كثير من الناس قرارات كثيرة نندم عليها، القرار الوحيد اللي تندم عليه هو القرار الذي لم تستشر فيه ربك ولم تستخر فيه ربك ولم تفوض فيه الأمر إلى ربك ولم تركع قبله ركعتين. أما القرار الذي كنت قد استخرت الله فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا استشرته فلربما، يقول صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من يدخل الجنة بالسلاسل. أحد يدخل الجنة مسحوب بالسلاسل؟ نعم، هم أولئك الذين وقعوا في الأسر في قتال المسلمين مع الكفار، أسروا وربطوا بالسلاسل وجروا إلى بلاد الإسلام وبيعوا بيعة الأرقاء، فلما سمعوا بالإيمان آمنوا وأسلموا، وكان بالبداية سحب بالسلاسل وبعدين يهرولون ويسارعون إلى الجنة. في البداية لو تقول للمربوط هذا بالسلسلة تبقى عند أهلك في بلاد الكفر ولا تأتي للمسلمين أسيرا؟ قال أبقى حرا عند أهلي. لكن بعد إسلامه فرح برقه، لأن الرقه أعقبه توبة وأوبة وإيمان بعد كفر، ثم سيق بعد ذلك إلى الجنة بالسلاسل، سيق أي إلى الجنة وقد أتى إلى الإسلام، كان أسيرا ثم أصبح بعد ذلك عظيما من عظماء الأمة. وكم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، البعض منهم كان في الأسر كثمامة بن أثال رضي الله عنه، كثمامة كان أسيرا مربوطا في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم 3 أيام حتى أطلق وهو كافر، أطلق وهو كافر، وذهب في حائط من حوائط المدينة واغتسل ثم عاد وشهيد التوحيد، وهو سيد بني حنيفة رضي الله عنه. لربما أسره كان خيرا له، ولو لم يؤسر لربما ما كان ذاق الإيمان وما ذاق حلاوة الإيمان. ونقول للذي خسر مثلا ماله أو مات ولده، أكل ولدك يوصلك الجنة؟ هل كل الأبناء يوصل الجنة؟ ترى بعض الأبناء نفعهم في الحياة وبعض الأبناء نفعهم بالموت، ولا تدري ما اختار الله لك. لكن إذا اختار الله لك فرضا، وسؤال، هل لك خيار واختيار غير الرضا؟ ايش رايكم احبابي، ترضى او ايش؟ او تسخط؟ ومن سخط فله السخط، ومن رضي فله الرضا. اما ترضى فتؤجر او تسلو، وكما قال احد الشعراء او يسلو سلو البهائم، اي ان البهيمة اكرمكم الله والمسجد اذا اخذ ابنها منها بدأت تثغو تريده، لكن بعد شوي حط شعير تاكل وتنتهي، صحيح؟ ما فيه، وبعدين راح. ولذلك المؤمن لا، ما يكون كتلك، المؤمن لا يحتسب حتى الإبرة، حتى الشوكة، حتى الدمعة، حتى الألم، احتسب احتسب، فإنك ستلقى الله، وما أعظم أن تجد في رصيدك رضا بالقضاء، ترضى بقضاء الله جل وعلا وبقدره. الحبيب عليه الصلاة والسلام، أو قبل ذلك يوسف، ما رأيكم في يوسف؟ يوسف، أي نفع ليوسف أن يؤخذ من أمه وأبيه وهو ابن 10 وقيل 13 سنة، ثم يلقى في الجب، ثم يباع بيعة العبد، ثم يخدم امرأة في قصر، ثم يراود عن عرضه،
ثم يسجن ثم يخرج حتى طاف بالحياة في الآلام. وفي آخر القصة: ربي قد آتيتني من الملك. الله أكبر، بدأت يا أخي في جب وبعدين آتاك ملك؟ لو لم يمر على جسر الابتلاءات والآلام لما آتاه الله الملك. إنه من يتقي ويصبر، اتقى وصبر فأورثه الله الملك. ورفع أبويه على العرش وهو كان فوق العرش، وكان له ملك عظيم، وزير المالية في الدولة الفرعونية. هذا الذي ابتدأ مبيوعا في سوق الرق بثمن بخس. إذن أول قصة يوسف تبكي عينك، وآخر قصة يوسف تبكي عينك، لكن البكاء الثاني بكاء العزة والنصرة. كم مرة يوسف كم جلس في البلاء؟ أكثر من 40 سنة على الصحيح، وقيل في بعض الروايات 80 عام. 80 عام في البلاء، وصبر واتقى فوصل. لماذا لم يصل مباشرة دون البلاء؟ لأنه يعلم ونحن لا نعلم، سبحان العليم الحكيم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك ليس شرط أن تظهر لي ولا لك الحكمة، أحيانا في أمور ما تظهر لنا الحكمة. ولذلك العلماء يقسمون الحكمة إلى قسمين: حكم تعبدية لا يظهر حكمتها، وحكم معللة نرى حكمها. لكن بعضنا يقول: يا شيخ فلان ولد له 11 ابن ولم يعش منهم أحد، مسكين، ويمدها مسكين. أن ترحمه أكثر من الله؟ 11 ابن يستقبلونه بعد وصول الجنان يفتح أبوابها، ألا يغبط هذا العبد المؤمن؟ ولذلك الذي قال له الحبيب: لا أتتمنى أن يعود، أو أنك تجده على كل باب من أبواب الجنة يفتحها لك. الصحابة سألوا: أهي له خاصة أم للأمة عامة؟ قال: هي للأمة عامة. اللهم صل على محمد. لماذا لا ننظر إلى الجانب الجميل من بلاءاتنا؟ ليه ما تنظر؟ ابن من أبنائك مرض، تجلس بجواره وتقول: يا بني أنت مريض، أنت فلذة كبدي، أنت ثمرة فؤادي، لكن من الذي أمرضك؟ إنه الله. الله أرحم بك مني، الله أرحم بك من أمك. يا بني البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يا بني الله حكيم، يولد بعض الأطفال معاقين، ويولد بعضهم فيه تشوهات كما يسميها الأطباء، ومع ذلك كله الله له في هذا حكمة. نعم، كم من أب ما تاب إلى الله حتى رزق بطفل معاق لزمه في المستشفيات، كانت نفسه فيها سؤرة وفيها عنف وفيها كبر، فلما ابتلي في ابنه انكسرت سؤرة شهوته ورعونته وظلمه، فعاد إلى الله وبدأ ينكسر بين يدي الله: يا ربي يا رب. فجعل الله له من المناجات منازل في الجنان. وما يدري، الله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك غالبا أحبابي قد تأتيك المسرة، يعقب المسرة كرها ويعقب الكره مسرة. إذن لابد تصحح الوضع مع الله. فليس الذي عندك كله نعمة، ليس كل الذي عندك نعمة. بعض عباد الله لو شفي لفجر، ولا لا؟ ترى بعض الناس إذا عافاها الله فجر، زنى، شرب الخمر، ظلم عباد الله، فيكون من حكمة الله أن يبقيه عاجزا بدل أن يبقيه فاجرا. أليس لمصلحته الشرعية أن يبقى عاجزا عن أن يبقى فاجرا؟ بلا شك. ولذلك بعض عباد الله من بداية شبابه مرض، لأن الله حكيم، لو أنه استمر في القوة لجمع من الذنوب ما جمع. أو أن عبدا من عباد الله في المسجد
لو أن ابنه صحيح لما جلس في المسجد. يتصلون ولدك يفحط، ولدك آذى الحارة، ثم يقولون حسبي الله عليك وعلى ولدك، ثم يقولون الله يجعلها في وجهك ووجه ولدك، ويبدأ مسكين ينشغل بعض الآباء عن طاعة الله، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فقد تكون من حكمة الله أن يبعد عنك هذا البلاء، لكن من الذي يعلم ذلك؟ الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الأحبة، ومن الوقفات أم سلمة عليها رضوان الله. كل امرأة مؤمنة ترملت تأتي لبعض النساء، ماذا تقول؟ لماذا لم تتزوجي بعد موت زوجك؟ تقول ومن مثل فلان. وفعلا زوجها تقي وعابد وصالح، لكن أحيانا ولها أن تبقى، ولها أن تبقى على أبنائها وقد بشرت بالجنة، لكن لو أرادت الزواج. بعضهن تقول أبدا والله ما أظن أن الله بيرزقني مثل أبو فلان. فلما تزوجت صارت تضحي للعقرب اللي قرصت أبو فلان، مثل ما يقول العوام، يعني قالت كان عذابا، إثر الناس إثر الرحمة عند غيره. ما تدري، البعض لا يدري ما الذي تخفيه الأقدار له، فلربما تحب شيئا وهو شر لك، وعسى أن تكره شيء وهو خير لك. ولذلك أم سلمة ماذا فعلت؟ أم سلمة عندما مات أبو سلمة، تراه أخ للحبيب عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وكان الحبيب يحبه، وأول بيت هاجر بيته، وقد آذاه كفار مكة وآذوا أم سلمة، فلما هاجرت ومات دعت الدعاء الذي قام أمرها الحبيب به، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا. هي تقول إنها قالت هذا الدعاء وهي في قرارة نفسها تقول ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. مثل بعضنا يقول مات محمد ولدي، والله يا شيخ ما يجي بعده رجل أصلح منه، كان محمد يبيع ويشتري، فإذا الله يرزقه ابن عالم من علماء أمة الإسلام. الله أكبر، ألاحظت أن الله يعلم وأنت لا تعلم؟ لما صبرت على موت محمد رزقك الله أخا له، أخا له ليس في الدنيا له كعب بل في الدين والدنيا، ما تدري. ولذلك دعت من كان خلف أبو سلمة رضي الله عنه، كان محمد عليه الصلاة والسلام، فخطبها عليه الصلاة والسلام، خطبها بأبي وأمي، خير من وطئ الثرى. ولذلك نقول لكل امرأة طلقت، طلقت وتقول والله طلقني كل بسبب العجوز الشمطاء، يا مرة من العجوز الشمطاء؟ قالت أمه، الله لا يعطيها خير، نسأل الله العافية. يا مؤمنة طلقك بقضاء الله وكرهت الطلاق، وعسى أن تكرهي شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهي شيئا وهو خير، لعل الله رازقك أنت، لك ابن سيكون عالم، سيكون طبيب، سيكون طيار، ما كتب الله أن يخرج من فلان، من صلب فلان، كاتبها الله يخرج من صلب رجل أتقى لله من أبي فلان، وتتزوج فتغبط برجل. وتسجد بعض المطلقات إذا تزوجت بعض الطيبين سجدت لله سجدة طويلة، اللهم لك الحمد أن حياتي ما انتهت آلام وحسرات مع الأول، بدلني الله بخير منه. وتظهر معاني وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وتظهر معاني ودلالات وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. ويكره الإنسان إذا الجهاد هو الجهاد وفيه الموت، يكرهه الإنسان وهو لربما هو خير، خير في مآل الأمة وفي عاجل أمرها. إذن أم سلمة من الأمثلة في أن الخير لربما لا يظهر للإنسان. ورجاء إذا فوضت الأمر إلى الله لا تصير مستشار تقول وأقترح أن يكون، عيب. ولذلك ذكر ابن القيم أن بعض الناس يختار وكأنه يقول يا ربي هذا بالضبط على المقاس عطني، رجاء لا تغير في المواصفات،
يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مسلم خلقك ولم تك شيئا. إنه العليم، إنه الحكيم، إنه الحليم، إنه الملك، إنه القدير، إنه يعلم وأنت لا تعلم. فوض الأمر إلى الله. ولذلك التسليم الجميل، التسليم والتفويض مع بذل الأسباب، هذا هو ديدن المؤمن الحق. تأمل في هاجر عليها رضوان الله وسلامه. كانت هاجر قريبة من جامعنا هذا، وتعرفون مكانها، وبين الصفا والمروة، وعند بئر زمزم هنا جميع المقاييس وجميع المعطيات وجميع الدلائل وجميع الآراء وجميع الاجتهادات وجميع الاختيارات تقول ما يمكن تلقى أم برضيعها في واد غير ذي زرع إلا إذا كان الزوج يريد قتلها، أو إذا أراد إهلاكها، أو كان لا يحبها ولا يحب ابنها. ورضي الله عنها وصلى وسلم على زوجها، إنه الأمة القانت. لاحظ، شوف التسليم الجميل، تلحق به شنة الماء قد جفت وثديها لا لبن فيه. وهذا أتى بها من البراق على البراق من الشام، وفي جبال فاران السود، حتى الطير لا يطير في هوائها. لاحظ، والله محققة للتوحيد هالمرأة. ولذلك خلد الله جريها وسعيها إلى أن تقوم الساعة ما بين الصفا والمروة، وجعل سعيها من شعائر الله. الله أكبر. الله أمرك بهذا، خلاص. طيب وش الحكمة؟ ما في حكمة. بمقاييس البشر ما في حكمة، موت يقيني. ما الذي هو أحب الناس لها وهو أرحم الخلق بها وهو الذي تركها؟ إذن الله أسندت الأمر إلى الله. وأنا أقول لكل مؤمن، قل الله أراد ذلك وأنا عبد الله سأخضع لأمر الله حتى يجعل بعد عسر يسرا، وسأخضع لأمر الله حتى أرى الخير بعدما أكره، لأنه الحكيم الذي ما يخلق الشر المحض، فله في أجواف المحن منحا سبحانه وتعالى. هاجر ضربت المثال الجميل، ونحتاج مع من مثل هاجر كل مؤمنة، كل مؤمنة أن تسلم بأمر الله وأن تتوكل على الله. البعض منا خائف الآن على الرزق، أحيانا قد تفصل من عمل، مدير العمل لا يريدك، مدير المؤسسة لا يريدك، ثم يكيدك كائد ويتكلم فيك قتات ونمام، وأنت بريء ولم تفعل شيئا، والله ما فعلت شيء ولا كلمة. وقع، أطلع، ها، خرج. البعض يكتئب، يحزن، يبكي، يولو. يا مؤمن أغلقوا بابا وعند الله أبواب، ومن ظن أن الرزق يقسم على أديم الأرض فقد ظن بالله السوء. الله يقول وفي السماء، وفي السماء، وفي السماء، أردد ولا خرج؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن هذا العظيم سبحانه، هذا العظيم أغلق من البشر باب، هل كان بأمره؟ هل كان بعلمه؟ هل كان بإرادته؟ نعم. هل يراك الله وأنت تظلم؟ نعم. هل يراك الله وهم يغلقون الأبواب؟ نعم. لكن أسأل الله ألا يرى الله في قلبك خوفا من مخلوق، أو رجاء من مخلوق، أو اعتقادا أن هذا الشر لا يعقبه خير. هذا تكرهه، كل منا يكرهه، كل منا لا يريد أن يؤذى في رزقه، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكنهم أغلقوا باب ليفتح الله لك أبواب، ليفتح الله لك أبواب. والقصص في هذا أبواب عديدة، وتجد حتى أن الدراسات تقول إن معظم الذين يثرون ويملكون المال بأعداد كبيرة وخير كثير هم الذين يتنقلون أحياناً، وأحياناً يتنقلون وهم صدقوا مع الله في توحيد وصدق. يغلق هذا الباب فيفتح الله له بابين، يغلق هذا بابين ينفتح له ثلاثة. وإياك أن تقول طيب كيف،
طيب أنت في رحم أمك كيف جاك الرزق؟ تتذكر آخر وجبة طلبتها من البرجر؟ تستطيع أن تذكر الطعام الذي كان يأتيك في رحم؟ والله ما تذكر. طيب كيف ترزق؟ الذي رزقت في رحم أمك ألا يرزقك والشيب قد لاح في مفرقك؟ أو أنت قد استتممت رجلا كاملا؟ كيف هذه الأمور غيب، والغيب بيد الله وعلمها عند الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقط كن مع الله، احفظ الله، احفظه ليحفظك، وتوكل عليه ولا تتواكل، ولا يكن الطير الصغير العصفور هذا أعظم توحيدا منك. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نسأل الله الكريم من فضله. إذن أيها الأحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا نريد أن نذكر بعض الأمثلة ولكني أريد السرعة حتى لا يضيع الوقت. أقول معاشر الأحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، صلح الحديبية ظاهره ماذا؟ الدنية في أصحابه وفي الدين. يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ بلى. على ما نرضى الدنية في ديننا؟ في كره ولا ما في كره؟ في كره. مثل بعضنا يقول والله نروح نسلم على الفلان وهم قاطعيننا، ونبوك سلم عليهم. إن في شعبان، وشهر شعبان ترفع الأعمال، وأخشى أن الله لا يقبل أعمالنا. هذا الشايب مؤمن وموحد وعنده ولد مقرود الله يصلحه، ولد هذا لا يريد له الخير. نعم يا أبوي، لكن ظاهرها، وقد أخطأوا علينا، ظاهرها الذل، لكن يا ولدي باطنها العز. بعض الأباء عنده حكمة وهو مخلوق، فكيف بالحكيم سبحانه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك في صلح الحديبية كانت المقاييس تقول إن قبول الحبيب صلى الله عليه وسلم صلحا وهو قد أحرم، والصحابة 1600 وقد أتوا، وأتوا به وقد قلدوا الهدي، وأتوا بالقلائد معهم، وعثمان رضي الله عنه قد ذهب إليهم داخل مكة وغاب وتأخر، لربما قتلوه. كل المعطيات تقول انطلقوا مقاتلين على بركة الله. من اللي يقوله؟ المتعجل. لكن الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى، صلى عليه الله وما تعاقب الليل والنهار، قام وكتب الصلح بينهم، وسماه الله فتحا. الله سمى صلح الحديبية فتحا. ليس المراد إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو فتح مكة على قول من الأقوال، إنما المراد به صلح الحديبية كان فتحا، كان فتحا. وأمن الرسول من غائلتهم، وابتدأ ينشر الدعوة ويعاهده كثير من العرب. إذن معاشر الأحباب، عند فتح مكة علم الصحابة وقبلها، علموا الحكمة الإلهية التي أجراها الله على لسان نبيه، علموا الآن أنه كان قوله رشدا، وأن صلح الحديبية فتحا في البداية. ولذلك أحبابي، المصائب إذا أتت يطيش العقول وتنغلق القلوب، وبعضنا يقول يا رب ويصيح ويمزق يا عبد الله، الذي أخذ الذي تبكي عليه هو أرحم به منك، ثم إن البكاء لا يرده. ألا تجعل ما أخذ منك ذخرا عنده هو يوم القيامة؟ ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذا معاشر الأحبة، في صلح الحديبية أيضا عندما تأخر عثمان، لاحظ عثمان تأخر لحكمة، لما؟ لأن الحبيب بايعه الصحابة، ها بايعوه على القتال، بايعوه، إلا عثمان رضي الله عنه ما بايع، وخشي لما خشي الحبيب أنه قاتل، ماذا فعل الحبيب؟ وضع كفه في كفه بأبيه وأمه، يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم ضم كفا إلى كف. أسألكم بالله، كف عثمان ولا كف محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال هذه عن عثمان،
لله درك يا عثمان يا ذا النورين رضي الله عنه، من أشرف منك في هذا المقام؟ ولذلك هذه كرامة لمن؟ كرامة لعثمان. لو أن عثمان أتى لما لوضع يده، لكن في مع أن الحبيب بايع عنه والقوم في حزن على فقده، لأنهم ظنوا أن عثمان قد قتل رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان هذا الألم يعقبه أمل، وبعد ذلك كان الصلح الذي كان بعض الصحابة ما رضي به. أيها الأحباب، هذه الآية وهذه القاعدة على قدر معرفة العبد بربه يرضى بقسمته وعطاه، على معرفتك بالله ترضى به سبحانه، وعلى معرفتك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تعرفه وتدعو الله به. إذا علمت أنه العليم وأنه الحكيم، إذا تفوض الأمر للعليم الحكيم سبحانه وتعالى. فتوقف يا من حياتك كلها لو هذا المفتاح لعمل الشيطان، لو الشيطان حطها في الميدالية معه وينسخ منها نسخ ويعطينا في مفاتيح الحياة، لو أني بكرت لما كان، لو أني ما مسكت فرامل كان حادث، لو أني بكرت دقيقتين لقبل ملفي، لو أني سبقت فلانا لخطبتها وتزوجتها، لو أني طلقتها من عامين لارتحت، لو أني تزوجت فلان، وتبدأ لو انزع من قاموس حياتك لو، وفوض إلى العظيم سبحانه أمرك، وقل وأفوض أمري إلى الله، لأن الله بصير بالعباد، ولأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك هنا كلام جميل قاله ابن القيم أقرأه لكم، يقول عليه رحمة الله: إن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة. وكم واحد منا فرحان بالسيارة وما مات إلا في السيارة الجديدة هذه، الله يرحم موتى المسلمين، صحيح؟ فقد تأتيك المضرة من المسرة التي تحبها، وقد ولم يأمن أن تأتيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة. لماذا؟ قال ابن القيم: لعدم علمه بالعواقب. نحن لا ندري، وقال العلماء: لو كشف أحدنا سجف الغيب وانكشفت له الغيب ما يكون في غد ومستقبل الأمور لما اختار شيئا أكثر مما اختاره الله له. ولذلك فوض الأمر إلى الله، وهي نداء لجميع الآباء. إذا خطبت البنت، إذا أراد الولد يدخل الجامعة، إذا خطبت للولد، أي أمر يريدونه دائما: يا بنتي يا ابني، لا تقول نعم ولا تقول لا إلا بعد أن تستخير وتفوض الأمر إلى الله. الاستخارة توحيد، الاستخارة دين، الاستخارة كأنك تقول: يا ربي، هل هذا الأمر عواقبه خير أم أن عواقبه شر؟ مع أنك في بداية الأمر لربما تفرح، لكن إذا لم ينشرح صدرك فاحمد الله ولا تختر. وهذا من فقه الاختيار، الاستخارة: لا تستخر إلا وقد افترقت الطرق، لا أن تكون قد سرت مع طريق ثم تقول استخرت، ها استخرت واخترت، لا أنت واختار الله، لا أنت اخترت قبل، لأنك عندما استخرت كانت النفس تميل إلى ذاك. ومن معاشر الأحباب، ومن ما ذكره ابن القيم، قال: من فوائد قول الحق: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قال: أن هذه الآية تريح القلب من الأفكار المتعبة والاختيارات والتقديرات. أي والله،
يا شيخ بعضنا عنده مكاتب استشارية، وهذا أمر استشارات نفسية واستشارات اجتماعية واستشارات اقتصادية. جميل يا أخي أن تستشير أهل الخبرة، لكن ما رأيك أن تفوض الأمر إلى الله؟ في بعض الأمور لا يمكن أن يشير أحد عليك بها. تريد أن تتزوج، وش الناس كلهم يقولون هذا البيت هو أفضل البيوت. جميل، هذه استشارة، بس باقي الاستخارة. الاستشارة للمخلوقين لا يحكمون إلا على الظواهر، أما العواقب فلا يعلمها إلا الله. عاقبة الأمر بيد الله، أما الظاهر كلنا نقول والله هذه تجارة ناجحة، هذه امرأة صالحة، هذه دراسة مجيدة، هذا تخصص رائع. ما تدري، ما تدري. الذي بيده العاقبة بيد الله ترتاح. وإذا رأيت سكينة في نفس إنسان ظاهر حياته الآلام، وشفت واحد مضطرب وحياته لربما فيها نعم، فاعلم أن هذا قد فوض الأمر إلى الله، وذاك اتكل على حوله وقوته. واللي دائما يتوكل على ذهنه وذكائه دائما يخاف، يخاف ينقلب عليه الأمر. والله أنا كسبان السنة ذي، والله السنة الجاية مدري. المرة هذه والله إلى الحين الأمور ماشية، لكن والله مدري عنها بعدين، قد تنجب أبناء ثم بعد ذلك ينقلب المجن. ها والله المدير، والله أنا وياه ربع، لكن والله مدري يجي واحد يقول لك كلمة ولا منه ينقلب علي. والله لو فوضت الأمر إلى الله لقرت عينك. حتى تستقر العين حقق قول العظيم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون.